عليكم ورحمة الله وبركاته بطلابي. اليوم درسي وياكم الجزء الثاني من الفصل الأول. درسنا بالجزء الأول الهومولوجس والأنالوجس، التماثل والمضاهات. اليوم لازم أجي على ملاحظة قبل ما أبلش بالسيستماتيك بالنسبة للكلاسيفيكيشن، يعني أنظمة التصنيف. لازم أعرف الستيجيز، لازم أعرف الستيجيز، مراحل التصنيف. درسنا آخر شيء الهومولوجس، آخر شيء درسناه الهومولوجس. إذن لازم أعرف كل الزين إنه الهومولوجس هو البيسس اوف مودرن كلاسيفيكيشن. اذا هو البيسس اوف مودرن كلاسيفيكيشن، اذا هو اساس من الاسس المهمه جدا للتصنيف الحديث. التصنيف الحديث من نعرف الأعضاء المتماثلة وكيف يتم التصنيف معها، وعرفنا أن هناك كائنات حية قد تتشابه في التركيب إمبريولوجيكلي لكنها تختلف في الستركتشر أو في الشيب، وسميت بالهومولوجس ونطينا عليها ذراع الهيومن مع الوينكس اوف باتس. فقلنا هو هسه انه هذه الهومولوجس او الهومولوجس اورجن هو الاساس، هذه مهمه النقطه، هو الاساس او البيسس او القاعده البيسك اوف مودرن كلاسيفيكيشن، يعني للتصنيف الحديث. اذا هسه لو ننتبه اجى وقت التصنيف الحديث، اجى وقت التصنيف الحديث. لكن قبل التصنيف الحديث، before modern classification was developed، قبل ما يتطور المودرن كلاسيفيكيشن ومن انوجد وتطور، احنا وين؟ في القرن الثامن عشر، في قرن الثامن عشر. several methods used، استخدمت الكثير من الآراء والنظريات بالنسبة إلى المودرن كلاسيفيكيشن. من أهمها بالتصنيف الحديث هو جون ري عام 1826-1705 tried to unify classification، حاول محاولات كثيرة لتوحيد الكلاسيفيكيشن، لتوحيد التصنيف وكلاسيفيكيشن سيستم، أنظمة التصنيف الكثيرة والمتشعبة في هذاك الوقت. أراد انه يحاول انه يوحدها في نظام معين، في نظام واحد، في سيستم واحد. And was the first to use the term species. اذا يجيني هذا مهم، فراغ للسبيشيز، من هو واضع word species، النوع او الانواع، من هو وضع كلمة الأنواع بالكلاسيفيكيشن أو مودرن كلاسيفيكيشن؟ جون ري هو اللي وضع، أول واحد وضع كلمة species، تمام؟ أوكي. بعد ذلك إجا واضع ومكتشف وهو اللي أسس مؤسس المودرن سيستماتيك، هو يعني كارل فان لينياس
واحنا دارسين من صف اول متوسط، كارفان لينياس هو اللي وضع الاساس والقاعدة الأساسية ونظام التصنيف الحديث. إذن اللي قبله كان يحاول، جون راي كان يحاول، وهو اللي استخدم السبيشيز، لكن ما قدر أنه يوحد. هناك محاولات لكن أراد أن يوحد، كارفان لينياس أراد أن يوحد، استطاع أن يوحد العفو، استطاع أن يوحد التصنيف وسماه بالتصنيف الحديث. وهذه أهم نقطة. من هو الذي حاول؟ جون راي. من الذي وضع أول وورد للمودرن سيستماتيك للسبيشيز؟ جون راي. من اللي وضع التصنيف الحديث؟ كارل فان لينياس. اوكي، نجي على كارل فان، خلينا نشوف كارل فان لينياس والحكي الى نهايه الفصل عليه. كارل فان لينياس هو اللي وضع اوكي المودرن سيستماتيك، وهو اللي وضع اهم ما في التصنيف الحديث، وهو التسميه الثنائيه. أهم ما في التصنيف الحديث Modern Systematic هو Binominal Nomi Culture. Binominal Nomi Culture هذه هي التسمية الثنائية اللي وضعها كارل فان لينياس. ووضع كارل فان لينياس أول تصنيف حديث وتسمية ثنائية Binominal Nomi Culture، أول وضع هو للنباتات. إجا وضع النباتات على وجه الأرض و المكتشفة طبعا، ووضع لها تسمية علمية وهي التسمية الثنائية. يعني ماكو اسم نبات احنا بشكل عام نسميه بشكل يعني اي دولة او اي منطقة تسمي هذا النبات، لا، هذول علماء وعلماء نبات وعلماء حيوان سمي الكائنات الحية باسماء علمية. فأول ما صنف كارل فان لينياس النباتات عام 1753، وهذه السنة مهمة. أوكي، فعام 1753 وضع التسمية Binominal Nomic Culture للبلانتس. بعد ذلك وضع Binominal Nomic Culture للحيوانات عام 1758، تمام، يعني ما بعد 5 سنين، ووضعها في كتاب وسمي بهذا الكتاب بالسيستم نيتشر، نظام الطبيعة. هذا أيضا اسم الكتاب مهم، والسنوات مهمة. وأول ما بلش بالنبات، وبعد ذلك وضع التسمية الثنائية للحيوان. هناك سيستم أوف كلاسيفيكيشن، هناك أنظمة تصنيف. ما بعد التصنيف الحديث، هذا كان هو فاتحة الخير للكلاسيفيكيشن، للتصنيف. ولينياس هو المؤسس للتصنيف الحديث وللتسمية الثنائية Binominal Nomi Culture وللتماثل. هومولوجي، التماثل، الهومولوجس يعني هومولوجس أورجن، والهومولوجي هو الأساس اللي يستعمل لتحديد level of relatedness، المن صلة القرابة أكيد of course للكائنات الحية. إذن من أستعمل الهومولوجي، من الذي يحدد الديترماين لأي كائن حي؟ اللي يحدد أنه أقول هذا الكائن الحي يعود إلى هذا السبيشيز، تمام؟ أو هذا القطة أو هذا الكلب أو هذا الطير يرجع إلى هذا النوع السبيشيز من الطيور، أو هذا الكلب تكرمون يعود إلى هذه النوع من الكلاب، تمام؟ أو هذا الحيوان يعود إلى هذا النوع السبيشيز من الكائنات الحية، الجروب مالتها،
واحط بيها واسمي تسميتها، تمام، هو الهومولوجي، التشابه. فالمثال اللي استخدمناه هو الباتس اند هيومن ار ان ذا جروب ماميليا. من نوضع اللبائن او الثدييات، وضعنا الخفاش مع الهيومن بالجروب، تمام، بالجروب، وليس بعدين الانحراز، انحدارات صلة القرابة، لكن هو يرجع related، أرجع إلى الماميليا، إلى اللبائن، تمام. لكن اللبائن بها تشعبات وبها أنواع وبها جينس وبها أوردر وفايلم وكلاسس، هذا سلسلة السيستم للكلاسيفيكيشن. So the basis، أسس، هذه مهمة. The basis، أسس المودرن سيستماتيك is the grouping of organism. إذا لما أنا وضعت أسس للمودرن كلاسيفيكيشن أو المودرن سيستماتيك، هو إنه وضعت جروبات للكائنات الحية، إنه صنفتها إلى جروبات حتى تسهل علي عملية الدراسة. زين، على يا اساس؟ على اساس السيميلاريتيز، يعني على اساس الهومولوجي، تمام، ان ذا كلاسيفيكيشن اورجانيزم، حتى اشابه الكائنات وارجعها الى مجاميع. اذا لازم لي اسس. اذا اول شيء التشابه بين الكائنات الحيه حتى اوضعها اي اوكي في هذا الجروب المشابه لها. زين، لكن احنا عندنا لازم بما يسمى ال بما يسمى أنظمة توضع على أسسها هاي الجروبات. إذا أنا عندي 1 2 3 أساسيات، كيف انه اجي على هذا الكائن ودو اضع في هذا الجروب؟ اذا انا عندي قيم واسس، اللي هي بما تسمى كرايتيرا. كرايتيرا يعني قيم واسس، اوضع على اساسها، تمام، هذا التصنيف او هذا الجروب. اول شيء من الكرايتيريا هي الاصل، اصل الكائن الحي، هذا اصلا مين حتى اوضعه في هذا الجروب؟ اذا لازم اعرف اصله. اوكي، عرفت اصله، اجي ريليتدنس، اذا لازم اعرف ايضا اصل القرابه مع هذا الجروب، شنو اصل قرابته، تمام، هاي رقم 2. رقم 3 الديفلوبمنتال ستيجز، مراحل النشوء والتطور لهذا الكائن الحي. اذا لازم اعرف الاوريجن، لازم اعرف الريليتدنس، ولازم اعرف الديفلوبمنت ستيجز مال هذا الكائن. يلا انه كارل لينيوس يوضع في الجروب اللي يخصه، مو شيء سهل انه اجيب اي كائن واحطه في هذا الجروب واقول يلا هذا، هاي القطه من هذا النوع، او هذا الكلب من هذا النوع، او هذا الطير من هذا النوع. نو، لازم اصله، شلون نقول اصله وفصله؟ اصله origin، relatedness، والديفلوبمنت. اوكي، زين، احنا قلنا في بدايه الامر انه عندي binomial nomenclature، يعني تسميه ونظام للتسميه، ونظام، انا لازم اعرف نظام للتسميه. binomial nomenclature يعني تسميه ونظام، ثنائيه هاي التسميه. من اللي وضعها؟ created by Linnaeus.
هو اللي وضع لي الباينومينال نوميكالتشر. شنو اساس الباينومينال للسبيشيز؟ هي هذه نحطها مهمه جدا. من هو اساس؟ يعني احنا عندنا نظام كامل لو هسه اجي عليه واشوفه: كينغدم، فايلم، كلاسس، اوردر، فاميلي، جينس، سبيشيز. نشوف السبيشيز هو الاساس لكل هذا، هو الاساس لكل هذا النظام. فالسبيشيز هو القاعدة الأساسية للتسمية الثنائية، ومن أسمي الكائن أسميه بالتسمية الثنائية للسبيشيز، للنوع، تمام؟ وبعد ذلك أرجع جينس وفايلم وأوردر وكلاس وإلى أن أصل إلى الكينغدم. من هو وضع هذا التسمية الثنائية ووضع السبيشيز هو الأساس، تمام؟ اللي وضعها هو لينيوس، اللي وضعها هو لينيوس. فالسبيشيز هو البيسك يونت اوف نومي كلتشر للتسميه الثنائيه، تمام؟ هو الاساس. سبيشيز لو اجي اعرف السبيشيز اللي قلت هو الاساس، هو جروب اوف اورجانيزمز، وهسه شفناه بالسلسله مال النظام، هو الاساس فعلا، هو اول جروب للكائنات الحية اللي تنوضع بيها لما أريد أسوي لها classification. إذن هو group of organism from the same population، يعني لسكان متشابهين، لسكان متشابهين. أوكي؟ يعني ما معقولة أنا عندي group من قطط أجي أجيب وياهم كلب، هل هو متشابه وياهم؟ لا طبعا. او اجيب طير واحطه ويا القطط؟ لا ما ترهم. اذا group of organism لازم يكونون same population. اذا اول شيء بيها ان لازم يكونون متشابهين، sharing، يتشاركون the same embryological، يعني هذول القطط متشابهين جينيا، العفو جنينيا، متشابهين بالشكل morphological، متشابهين physiological features، يعني حتى الصفات الفسلجية من الداخل ومن الخارج متشابهين بها، بحيث انه هذه القطة يمكن ان تتزاوج مع الشبيه الها، تمام، من نفس الجروب، بحيث giving birth، ينطوني يعني مولود to fertilize offspring، اللي هو جاي من تزاوج الاثنين، when mated يعني تزاوج، under natural conditions يعني تزاوج من رب العالمين وليس من يعني عن طريق مختبرات وتزاوج مختبري، نريد نسوي تجارب، لا، تمام. هذه الأساس للسبيشيز. لكن لازم أعرف أنه لينيوس من وضع الباينومينال نومي كلتشر ومن وضع المودرن سيستماتيك كان عنده 2 points، هذه مهمة تنحفظ يا طلاب، 2 points، نقطتين. هذه النقطتين هي أساس لنظريتين، hypothesis. هذني 2 points أساسيتين علما للhypothesis. أول وحدة: there is an ideal فكرة type for each species، إنه هناك لكل أنواع مثالية، ideal type، نوع مثالي أو متطابق، for each species، لأي نوع أو أي أنواع متطابقة.
This ideal type represented the standard features. إذا لما أجي أسوي مجاميع أو أنواع مثالية، هناك أنواع، هذه الأنواع المثالية لكل صنف، لكل صنف أو لكل هذه الأنواع المثالية تنطيني مميزات أساسية لكل، يعني of every single individual of every single individual، يعني تنطيني مميزات أساسية لكل فرد من أفراد هذا الصنف أو هذا النوع. أوكي وياي؟ أوكي. إذن أول شيء قال أنا من دا أريد أوضع هاي الكائنات أو هاي الأفراد بهذه المجاميع المتطابقة المثالية الإيدنتيكال، إذن لازم هذا هاي الأفراد عندي أنا ستاندرد واقف هذا الستاندرد أو هذه الصفات المثالية أو الستاندرد المثالي، أجي أطابق به هاي الأفراد اللي جاي دا أحطها أنا بالنوع. فمن أجي أنا عندي هذا الستاندرد، تمام، وهذا عندي الانديفيدوال، تمام. أنا لما وهذا طبعا عندي السبيشيز، فلما أجي أريد أدخل هذا الانديفيدوال إلى هذه السبيشيز لازم أول شيء أطابقه بإيش؟ بالستاندرد. هل ستاندرد فيتشرز، هل هذا الفرد مطابق للستاندرد؟ إذا مطابق إذا أدخله بهذا السبيشيز. ليش؟ لأن أنا حاطة ستاندرد صفات لهذا السبيشيز، أنه لازم يكون به هذا الصفة، هذا الصفة، هذا الصفة، هذا الصفة. إذا هذا الفرد مطابق لكل هاي الصفات إذا أدخله، إذا ما مطابق ما أدخله. إذا أنت ما راح تكون من نفس الصنف هذا. ليش؟ لأن أنت ما طابقت الستاندرد، تمام؟ وياي؟ هذه أول هايبوثيسيس، يعني أول نظرية. النظرية الثانية شو يقول لي؟ The number of species and their types، الأعداد لهذه الأصناف، لهذه الأنواع، أعداد هذه الأصناف مع أنواعها and their types is constant unchangeable، ثابتة وغير متغيرة. is constant يعني ثابتة وغير متغيرة، يعني صفة هذا الفرد ثابتة مع الستاندر، مو هاي السنة هي هاي صفته وسنة الأخرى راح يتبدل نو ويرجع يختلف ويا السبيشيز. لا، لازم حتى لو يتزاوج هو نفس الصفات راح ينطيني حتى يبقى مع هذا الجروب. اذا النمبرز اوف سبيشيز، تمام، الاعداد لهذه الاصناف مع انواعها ثابتة وغير متغيرة. هذه النظريتين الاساسيتين المهمة اللي عند لينيس، تمام. فلهذا احنا عندنا ثلاث تعاريف ثابته اللي هي التسميه الثنائيه المن لينينيس والجينس والسبيشيز. خلينا نشوفهن لان هن الثلاثه هذني هن الاساسيات. الباينومينال نومي كلتشر، تسميه ثنائيه طبعا هو نظام، از ذا سيستم، واللي هو مودرن، مودرن كلاسيفيكيشن. Okay, created by Carl von Linnaeus. Name it with two names. فلهذا يسمى by. عنده اسمين. كل كائن حي، كل كائن حي على وجه الأرض العلماء سموا له باسم علمي من Carl von Linnaeus. الله يحفظ لنا إياه. فلهذا any organism have two names. First اللي هو لازم يكون الاسم الاول، لازم الفيرست نيم، ديروا بالكم تعريف يا اما تعريف يجي يا اما فراغات.
ال first name of binomial nomenclature لازم يكون genus. الجين مو الجين مال الدي ان اي والكروموسومات، نو no. جينس يعني الجنس. With the first letter capitalized يعني الاسم الاول لازم يكون بحرف كبير capital. تمام؟ هسه نجي ناخذ example ونشوف. The second name هو ال species. اذا انا عندي اسمين لكل كائن، اول واحد هو اسم الجنس مال الكائن، الثاني هو اسم النوع مال الكائن. الاول لازم كابيتال الحرف مالته الاولاني، الثاني لا سمول. And the first letter is not capital. Both are written as Latin. يا اما ايتاليكس يا اما لاتيني، يا اما ايطالي او لاتيني. تمام؟ يعني يكون اللاتيني بحرف مائل، فاحنا لانه ما نكتب الاسم العلمي بحرف مائل او لاتيني، من يعرف من عندنا لاتيني؟ نكتبه انجلش، فانجلش لازم انه ينكتب تحت خط. تمام؟ اجي على تعريف الجنس. Is the first name of the binomial nomenclature with the first letter capitalized. اما السبيشيز هو second name of binomial nomenclature with the first letter is not capitalized. Give me example. انتوا عندكم مثالين. اول واحد الكنس فاميليرس. كنس فاميليرس احنا الاسم العلمي هاي تدرسوها بالجامعة انه لازم نحط لها جواها خط، ولا هم هنا هسه ما انطوكم هاي القرارات بالجامعة تاخذوها، اي اسم علمي هيك راح تدرسوه لازم جواه خط. فمنطيني اسمين علمية وريد نعرف. طبعا اول اسم مثل ما درسنا بالتسمية الثنائية هو الاسم هذا هو جينس. الاسم الثاني اللي هو السبيشيز. تمام؟ فهذا الاثنيناتهم هو الباينومينال نوميكالتشر. فالكنس فاميليرس is the name for dog. شوفوا هاي كنس فاميليرس رأسا بس أعرفه، إذا هذا المن يخص dog. الاسم الأخ كنس لبس. كنس لبس أنا أعرف كل زين إنه هذا لذئب wolf. لكن تقولي ست ما الاسمين الأولانية متشابهة. So the first name canis show that these two species are in the same what the same genus. نلاحظ انه هذول الاثنين هم نفس الجنس، لكن ست نفس السبيشيز نو. هذا من السبيشيز الفاميليرس، هذا من السبيشيز اللبس، هذا من نوع الدوغ، هذا من نوع الذيب، لكن الاثنين نفس الجنس، لقوا انه عندهم صفات ستاندرد المن للجنس، متشابهين للجنس. لكن هل متشابهين بالسبيشيز؟ نو، الشبه بالجنس. اوكي؟ ان ذا سيم جينس. هذه الاسم العلمي مثال عليها، تحفظون اكيد واحد حسب ما المدرس مالتكم ينبهكم او ينطيكم او ما ينطيكم، as you like as you wish. اوكي، نجي على السبيشيز. نجي هذا قدامنا هو السيستم والنظام الاساسي والرئيسي و نجي عليه كله. هذا يسمى بالتاكسونوميك يونت، هذا هو التاكسونوميك يونت، وحدات التصنيف. اوكي، kingdom, phylum, class, order, family, genus and species.
لو نجي group of species، تمام؟ هذا ال group of species متشابه similar in some characters، تمام؟ هو متشابه ل species بنوع من الصفات، فالكائنات الحية اللي انوضعت بهذا ال species معناها هذه ال species متشابهة في هذه الصفات فانجمعت بهذا ال species. مجموعة من ال species من انجمعت متشابهة في الصفات انوضعت وين؟ ايش راح تكون لي؟ تكون form genus. مجموعة من الجينس من الأجناس، جنس مع جنس، جروبات من الأجناس، جنس جينس 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 جينس، انجمعت متشابهة في شيء ما، في صفة من الصفات، في عدة صفات، similar يعني genera form family. إذن هذه الجنس من الشابهة، العديد من الأجناس الشابهة كونالي عائلة. مجموعة من العوائل متشابهة في صفات معينة كونت لي رتبة، تمام؟ مجموعة من الرتب متشابهة في صفات similar order، متشابهة في صفات، هاي الأوردرات من انجمعت order مع order مع انجمعت في صفات معينة كونت لي ماذا؟ form class صنف. مجموعة من الأصناف انجمعت في صفات معينة كونت لي phylum شعبة. مجموعة من الشعب تشابهت في صفات معينة كونت لي المملكة. المملكة، تمام؟ Okay. In this system, species, الأنواع، مستوى species has the largest number. أريد تنتبهون على largest number of common features. من الذي يحوي العدد الأكبر من الصفات العامة؟ هو ال species. The least number of individual compared to the higher level. To the higher level. Okay. لديه، ننتبه ننتبه هاي عليها لأنه مهمة جدا. شوف ال species level لديه largest number of common feature. ننتبه، العديد أو الشيء الأكبر أو الرقم الأكبر مين؟ من ال common، من الصفات العامة وليس الأفراد. لكن the least number of individual، لكن لديه العدد الأقل من الأفراد مقارنة بالليفلات الأعلى. يعني دائما الجنس يكون أعلى من السبيشيز، الفاميلي أعلى من الجينس بالأعداد بالأفراد وليس بالصفات. الصفات كل ما تصعد كل ما تقل الصفات، كل ما تنزل كل ما تعلى largest الصفات، لكن كل ما تصعد الأفراد تقل، تمام؟ ال individual the least هو الأقل species from the higher، كل ما أصعد الأفراد تزيد. فلهذا نشوف المملكة هي الرقم الأكبر بالأعداد، المملكة هي الرقم الأكبر بالأعداد لكن هي الأقل بالصفات. لكن السبيشيز هي الأقل بالأعداد لكن هي الأكبر بالصفات. هذه ننتبه لها.
مهمة جدا. As you go up وكل ما أصعد الـ common feature decrease، الصفات العامة شبيهة تقل، while the number of individual increase يزداد، منو؟ أعداد الأفراد، بينما أعداد الأفراد تزداد. إذن كل ما أصعد لي فوق الصفات العامة تقل والأعداد للأفراد تزيد. So the fewest، من هو الفيوست هسه؟ So the fewest common character، إذن هذه النقطة اللي هي أهم ما في الفصل، إنه لازم تنتبه الأقل في الصفات والأعلى في الأعداد للأفراد. وين ألقاها؟ In kingdom. In kingdom. أوكي؟ وبهذا انتهيت من شرح مادة الفصل الأول، وأشوفكم بخير وصحة وسلامة، وأشوفكم من جديد مع فصل جديد اللي هو الفصل الثاني. إلى لقاء قريب إن شاء الله.